السلام عليكم خوتي. اليوم تلاقيت خويا هاك البوز، لقيت عنده شي فلوس، قلت له فين غادي بهم؟ قال لي هادو راه فلوس ديال تيك توك وراه غنمشي ندير بهم واحد الحاجه. بغيت نسولو بعدا فوقاش جمعت هاد الفلوس. هادي دابا تقريبا واحد 4 شهور اللي جمعت لي تقريبا 2000 درهم. 2000 درهم، اش غادير بهم هاد الفلوس؟ هاد الفلوس هادو كنا نديرو القفاف ديال رمضان. بان لي كلشي كيحط القفاف، كلشي كيساهم، اذا كلشي واكل يعني ما يحتاجوش. اللي شفنا هو نمشيو لشي بقال ولا شي مول الحانوت، هنا في الشمال كيقول لي بقال، نمشيو عند مول الحانوت نشوفو كريديات، هو اللي كيعرف النساء اللي الارامل، كيشوف شي واحد في وضعيه يحتاج الفلوس وما كيقدرش يهضر، هذاك هو اللي غادي نمشيو ان شاء الله نخلصوا عليه. تبارك الله عليك خي احمد، يعني هذه مبادره جميله وكنتمنوا انها تكون عاده، يعني عاده جميله ان شاء الله وعاده ايجابيه تعادي اليوتيوبرز والناس اللي كيعدوا تيك توك، ان شاء الله لما لا انهم يشبروا هذه العاده وتولي عندهم عاده. كنتمنوا انهم يعني بصح يسمعونا. ويلا نمشيو نخلصوا الكريدي. يلا يا سيدي. دابا جينا عندو قبيله، راه كيشوف لينا دابا في الدفاتر اللي عنده، يشوف لينا الناس اللي خاصهم وان شاء الله نقضيو الغرض. حتى الناس اللي عندك اللي انت كتعرفهم خاص. بالنسبه لهاد السيده هادي مسكينه درويشه، فهمت؟ هاد الكريدي ديالها هو هذا، يعني شي عام هي كتقاتل معاه ما خلصاتش. مرحبا، شحال فيه هذاك؟ فيه 55 و4 دراهم ونص. 55 و4 دراهم ونص. 4 دراهم ونص. كل 55 4 دراهم ونص. انت تعاون معنا فيها، يلا سير على الله. زيدها زيد. بالنسبة لهادي خالصة، ها هي خالص. بالنسبة لهاد الدراري هادو، هذا نتار ضرب يدو في كاسا بلاطة مابقاش يخدم، هذا وخا هذا ضرب يدو في كاسا بلاطة مابقاش خدام. شوف لنا شحال تقريبا تما عندهم هنايا. قول كيدير الورقة ديالو عندو هنايا 36 و 150، وخا عندو 38 و 600. ها؟ مجمع. المجمع. 36 و 150 و 38 و 600. عندو 2 جريم، عندهم 74 و 705. شحال؟ 700؟ 740 درهم و 7 درهم. 700، ها 1 2 3. 700 وشحال؟ 700 47 درهم. 47 درهم، ها هي. باقي شي واحد ولا؟ المرأة اللي قتلت عملت العملية. هذه الراجل يعني كيعاني شوية، مراته عملت العملية. سير الله يسهل الأمور، شحال عندها؟ 23 و4 درهم. 23 هاي خالص، الله يجعل البركة. صافي صافي سيدي. هادي بالنسبة لهادي خلصيني فيها تا هادي، هي خالص. بالنسبة لهادي مصطفى، هي تا هي خلصيني فيها، هي خالص. هادي شحال قلنا فيها؟ 23 24 25 30. خويا الله يرحم الوالدين، الله يعاونك. الله يجازيك سي محمد. السلام عليكم. شكرا بزاف، بارك الله فيك خوتي. كما شفتوا هذا يعني ماشي مبلغ كبير، وانما يعني بعض الاسر اللي كما شفنا في الصحراء محتاجين الناس بزاف، ما قدرتش تخلص. كاين اللي مسكين مقطع له يدو، كاين الناس اللي مساكن يعني دارت العمليه. هو مبلغ يعني ماشي بزاف، وانما ممكن تنقد به واحد الاسره ولا جوج الاسر ولا ثلاثه الاسر. ولما لا هذه العاده تولي للناس كاملين، يعني الناس اللي كيعدلوا سواء اليوتيوبرز سواء اي واحد، اي واحد في العالم، اي واحد ممكن يدير الخير بهذه الطريقه هذه، يمشي للبقال يشوف شي واحد، يعني مثلا شي واحد يعني ما قادرش مسكين يسد الدين ديالو يسدوا له، عنده الاجر امام الله سبحانه وتعالى. وكنشكر هاد الناس بالنسبه للداعمين ديال هاك البوز، يعني وانا صراحه عجبتني هذه المبادره هذه، ان شاء الله غنبداو نعملوها باذن الله تعالى في المستقبل. شكرا خي هاك البوز، وشكرا للمشاهدين ديالنا الاعزاء، وبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش هذه العاده هذه تولي عند الناس كلهم. هو ماشي خير الانسان ماشي كيعملو باش يقول انه كيتباهى بالخير، وانما بالعكس باش تولي عاده عند الناس كلهم. السلام عليكم.